تشخيص مرض السكري. نقوم بتشخيص مرض السكري، طبعا عندنا عدة تحاليل ممكن ان احنا نسويها عشان نشخص مرض السكر عند المريض. اذا كان المريض جايني صايم فممكن اسوي له التشيك معدل السكر وهو صايم، وكذلك هي فرصة ان احنا نشيك معدل السكر التراكمي. لو كان معدل السكر الصايم 7 ملي مول او اكثر، وكان معدل السكر التراكمي 6.5% او اكثر، فهذا يتم تشخيصه على انه مصاب بمرض السكر. اذا يعني المريض يشتكي من اعراض تدل على عنده ارتفاع في معدلات السكر، مثل جاني بتعب، ارهاق، خمول، كثره تبول، كثره العطش، سقلله في العين، وانا كطبيب حبيت اشيك له معدل السكر الغير صائم في الدم وكان المعدل يساوي 11.1 ملي مول او اكثر، فيتم هنا تشخيصه على اساس انه مصاب بمرض السكري. بعض الاحيان يجيني المريض من غير اعراض بس عنده عوامل الاختطار او عوامل الخطوره تدل على انه قد يكون مصاب بمرض السكر، هني اشيك له السكر الصائم وكذلك السكر التراكمي للتاكد اذا كان فعلا هو مصاب بالسكر او لا. بعض الاحيان نحتاج ان احنا نسوي تحليل اضافي للتاكد ان فعلا المريض عنده ارتفاع في معدلات السكر، اللي هو تحليل نطلب منه انه يجينا صايم يشرب محلول السكر الجلوكوز 75 جرام ونشيك له السكر بعد ساعتين، فاذا بين انه كان مرتفع بحيث كان 11.1 ملي مول او اكثر فممكن تشخيصه على انه مريض سكر. عقب التشخيص شنو هي الخطوة القادمة؟ طبعا لازم ننصح المريض انه هو يتبع، خلاص شخصناه انه الحين مريض سكر، اذا شو اسوي له؟ اول شيء لابد من انه يتبع انماط حياة صحية، يعني نظام صحي غذائي صحي. ثاني شيء نطلب منه هو ممارسة الرياضة، هذه قاعدة لجميع المصابين بمرض السكر. إذا كان المريض مشخص على أنه مريض من النوع الأول، العلاج الأساسي بالإضافة إلى الرياضة بالإضافة إلى الغذاء الصحي لابد من إبر الإنسولين، لا حل آخر. لكن لو شخصيته أنه من النوع الثاني، شنو الخطوة اللي عقب النظام الغذائي عقب الرياضة؟ في عندنا طبعا اذا ما انتظم السكر خلال 3 شهور من ممارسه الرياضه والانماط الحياه الصحيه، ننصح باخذ الاقراص. ممكن يكون طبعا على حسب تشخيص الطبيب، على حسب متابعه الطبيب وراي الطبيب، ممكن يكون اقراص من نوع واحد، من نوعين، من 3 انواع. ممكن نضطر اذا ما انتظم السكر ان احنا نبدي على ابر الانسولين، فكل مريض له خصوصيه في العلاج. ننصح المريض طبعا انه هو يواصل على النظام الغذائي، يواصل على ممارسة الرياضة، ننصح انه هو يمارس رياضة 150 دقيقة في الأسبوع بما يعادل نص ساعة 5 مرات في الأسبوع. كذلك نخبر المريض انه لازم يلتزم بأخذ الأدوية وما ينسى أخذ الأدوية في أوقاتها المناسبة. كذلك إذا هناك إبر طبعا نشرح للمريض كيفية أخذ الإبر، الجرعات المطلوبة في حالة أن نسى جرعة متى ياخذها، فالمريض يكون هو اللي يحافظ على نفسه، هو يكون مسؤول عن صحته.